السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. أنا بحب أتشكر كل مشتركيني كل فيديو، لأنه بصراحة بتشكر كل مين عم يدعمني وكل مين عم يعطيني طاقة إيجابية لحتى أني أحسن كمل، تمام؟ طبعا بغض النظر عن الناس اللي عم تعطينا طاقة سلبية اللي بيشتركوا تاني يوم بيغيروا يوم بيسحبوا اشتراكهم، بس ما في مشكلة، كله خير إن شاء الله، بالنهاية هو كله ترتيب رب العالمين. تمام، ما راح أطول عليكم اليوم. في معلومات راح أقولكم إياها هلأ عن هذا الموضوع، موضوع معلومات مهمة يعني. إن شاء الله هلأ كل الناس اللي عم تفتح أقنية جديدة، تمام، بحاجة كتير معلومات، وأنا واحد منهم يعني. أنا لحد الآن عم حاول إني أجيب معلومات أكتر وأكتر، وكل ما بعرف أي معلومة جديدة بشرح لكم إياها وبقولكم إياها، ومشان الكل يستفاد منها، تمام. هلأ النقطة راح نحكي فيها اليوم، مثلاً واحد فتح قناة، تمام، وقال له الكريم خود وصار عنده مشتركين كتير واموره بخير وصارت قناته مشهورة. ان شاء الله كل السامعين وانا منهم ان شاء الله بيصير عندنا مشتركين كتير وتنجح كل اقنيتنا ان شاء الله بإذن الله. هلأ الموضوع، مثلا انا عندي واحد صاحبي اجا قال لي يا محمد بديك تعمل لي اعلان عندك بالقناة، انا فاتح مثلا مطعم جديد، تمام، وحابب اعمل اعلان عن هذا المطعم حتى الناس تعرف انه هون فتح مطعم او كذا او محل صالون حلاقة او شركة كبيرة او اي شيء يعني، تمام. فبيجي بيقول لك انه اعمل لي اعلان ومعيتك انا بزبط لك الموضوع، تمام، او انه مثلا يكون صديق مثلا قريب منك حابب انك تساعد وحابب انك تعمل معه شيء منيح، مثلا تعمل له اعلان على قناتك بس تكون قناة مشهورة وزابط امورها، تمام. هاي شغلة. هلا هون الفكرة اللي بدي احكيها انا، هلا راح اشرح لكم بالفيديو بتشوفوا الشرح انتم شو الفكرة اللي بدي احكيها انا، تمام، بس راح اقول لكم شو الفكرة هي. فمثل ما قلت لكم واحد بيقول لك انا بدي اعلان، تمام. طيب اذا انت اجيت عملت هذا الاعلان ونزلته عندك على القناة، تمام، ما انت عامل اعلان لحتى العالم تعرف شيء بدك توصله للناس انت. طب كيف انت عامل اعلان وبيجي مثلا شركة جوجل ادسنس بتنزل عندك اعلانات لها كمان، فراح يضيع المشاهد، تمام، راح يضيع يعني انه بده يتفرج على الاعلان اللي انت عم تعمله ولا يتفرج على الاعلانات اللي جوجل ادسنس عم تحطها عندك، تمام. ففي عنا ميزه عملتها شركه يوتيوب بنتذكر هون، انك انت تفوت على اعدادات القناه تبعك، تمام، وتعمل تفعيل لشغله معينه هلا حورجيكم اياها انا، تمام، وتلغي الاعلانات تبع جوجل ادسنس على الفيديو اللي انت منزله، تمام. هاي الفكرة منها ليش؟ مثل ما قلت لكم شام ما تنعرض الإعلانات تبع جوجل أدسنس ويتخرب الفيديو اللي انت عامله إعلان لحدا، تمام؟ فهي الميزة هلا رح أورجيكم إياها وتشوفوها انتو كيف، تمام؟ نفتح على الصفحة اللي موجودة عنا على الجوجل كروم، تمام؟ بس تفتحوا على الصفحة اللي موجودة على الجوجل كروم، تفوتوا على صفحتكم على القناة تبعكم، تمام؟ لنفترض مثلا بدنا نعدل الميزه اللي قلت لكم عليها تبع انه الناس اللي عم تسوق لحدا مثلا على قناتها. طيب هاي الفيديو مثلا، انا افترض مثلا عندي هذا الفيديو اللي هو تعرفوا على مشروع قناتي، اللي بيحب مثلا هلا المشاهدين الجداد اللي عم يشوفوا الفيديو هذا، اذا بتحبوا اخواتي اخواني فيكم تفوتوا على هذا الفيديو تبعي، ليكوا هذا هو، تمام، اللي اشرت عليه كاتب عليه هون اهلا وسهلا بكم، بإمكانكم تفوتوا على الفيديو وتشوفوا شو محتوى القناة تبعي وشو مشروع القناة تبعي ومشان شو، تمام. هلأ مثلا نحنا مثل ما حكينا بدنا نعدل الميزة اللي تكون عليها، نكبس عليه الفيديو، نكبس على القلم، شايفين، بس نكبس على القلم بنقوم فورا شو بنفوت على الإعدادات تبع الفيديو اللي احنا بنعدل فيه تعديلات، تمام، بننزل لتحت، شايفين في هاي كلمة هون موجودة عرض المزيد، بس تكبس على العرض المزيد، تمام، تطلع هون بتلاقي عندك محطوط كلمة اعلان ترويجي مدفوع، في حال قبول اي تقدم من طرف ثالث لانشاء فيديو يجب اعلاما بذلك، تمام، والقصص هي كلها هي انتو بتقروا هاي الموضوع هون. هلأ انتو بس تكبسوا على هاي اللي هي مكتوب هون يتضمن هذا الفيديو اعلانا ترويجيا مدفوعا مثل موضوع اعلان مدفوع المنتجات او عروض رعاية او توصيات بشراء منتجات معينة، تمام، انتو بس تكبسوا على هاي
إشارة صح تمام. بعد ما تكبسوا عليها بتطلعوا لفوق بتكبسوا على كلمة حفظ، شايفين هاي كلمة حفظ. هلأ بس تكبسوا على كلمة حفظ تمام، ترجعوا لورا تفوتوا على اليوتيوب ماشي. هلا بس نفوت على اليوتيوب رح اورجيكم شو رح يقلكم الفيديو تنعرض. تفرجوا هلا وينو الفيديو، وينو وينو ليكم. نفتح على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين هلا انا بس فتحت على الفيديو تبعي، تفرجوا شو حاطين كلمة هون فوق. هلا هي معناتها الكلمة هي اللي كانت فوق انه هذا الفيديو موجود عليه اعلان مدفوع تمام، موجود عليه اعلان مدفوع. طيب هلا الناس رح تقلي انه شو رح تفيد هي القصة يا محمد. هلا شو الفكرة من هاي الموضوع، وانت تفوت مثل ما حكينا وتقيم تحط انه هذا الاعلان مدفوع. الفكرة منه هلا كلياتنا بنعرف انه اللي قناته مفعلة ميزة الربح فيها جوجل ادسنس اللي هو بيحط الاعلانات على الفيديوهات تبعك تمام. فانت وتكون عم تعمل دعاية لمطعم مثلا او محل او اي شيء انت عم تعمله، وتيجي مثلا جوجل ادسنس يحطوا دعايات عندك على الفيديو، رح يصير في تشويش على المشاهد تمام. فرح يصير في انه هون اعلانات وهون اعلانات وكذا. لا انت وتكبس هي الميزة عندك هون، بتوقف الاعلانات تبع ادسنس، انه ادسنس انه لا تحطوا اعلانات عندي على الفيديو، لانه هذا الفيديو انا عم بعرض شيء معين فيه، منتج، تسويق، اي شيء انت عم تعمله بكون عم تعمل بهالموضوع هذا تمام. فهي الفكره تبعي التفعيل الميزه هي تمام. فنحن هلا رح نفوت عليها نرجع نلغيها مثل ما حكينا، نرجع مره ثانيه رح اورجيكم كيف تفوتوا عشان تشوف الموضوع وين الفيديو ليكو. نفوت عليه، ننزل مثل ما حكينا، نكبس هون على عرض المزيد، هاي ليك موجودة عندنا هون، نلغي من إشارة الصح، نعمل له هون حفظ، ترجع الأمور كلها سليمة إن شاء الله تمام. هلا هاي الفكرة من هذا الفيديو يلي عم قلكن ياه تمام. هلا بنرجع على شغلة مهمة كتير كتير كتير. المشاهدين الجداد اللي عم يشوفوا هذا الفيديو، إذا سمحتوا والله ما رح تخسروا شيء إذا دعمتوا أخوكم محمد. هذا الرقم عندي هون شايفينه، شوفوا هذا الرقم ما عم يطلع، بدنا اياه يطلع هيك بسرعه، ينط فرد نطه للألف مشان ما يروح تعبنا على الفاضي. الله يخليكم، اعملوا اشتراك بالقناه لو سمحتوا، اشتركوا بالقناه واعملوا لايك للفيديوهات، وان شاء الله ما راح تندموا. يعني مستقبل القناه باذن الله حيكون حلو اذا انتم دعمتوني. يعني انا من بعد دعم رب العالمين ودعمكم بوصل للي بدي اياه تمام. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، بالإضافة أنه إذا عندكم أي أفكار أي شيء حابب أنه أشرح عنه كمان اكتبوا لي بالتعليقات شو الأفكار، وشو حابين مثلا نعمل فيديوهات عن شيء معين أنتم بدكم إياه بكون تعرفوا، كمان اكتبوا لي وساعدوني بهذا الموضوع وإن شاء الله أنا جاهز تمام. بتشكركم لحسن المتابعة. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.